خلاص طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في المحاضرة الرابعة من البرنامج الأكاديمي الثاني الذي تنظمه اللجنة الأكاديمية في الاتحاد العام لطلاب اليمن الهند. هذه المحاضرة بعنوان MATLAB for Researchers، يقدمها الدكتورنا الفاضل الدكتور طه حسين راسم، دكتوره في معالجه الصور من جامعه العلوم الماليزيه، واستاذ مساعد في كليه الحاسوب جامعه بهنج الماليزيه. اهلا وسهلا بك دكتورنا الفاضل، ولنا الشرف باستضافتك في هذا البرنامج، واهلا وسهلا بك وبكل الحاضرين، وانقل الميكروفون لك دكتورنا الفاضل، تفضل. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا ومساء الخير جميع. فرصة سعيدة وشرف لي أن أكون معكم زملائي وأصدقائي، وأتشرف بذلك، وسعدت لرؤية بعض أيضا هناك من حضور أحد طلابي سابقا والآن هو زميل لي، يعني الأخ عبد الله الهدل. فرصة سعيدة، وإن شاء الله يكون خلال الساعتين هذه أو الساعة ونص أحاول بقدر الإمكان إنه أعطيكم مدخل إلى لغة برمجة الماتلاب. طبعا هذا الوقت لن يكون كافي، لكن بقدر الإمكان بحاول إنه أعطيكم المدخل الرئيسي لهذه اللغة، وإن شاء الله بعدها ممكن بسهولة إنه يعني من حب إنه يستخدم هذه اللغة لأن لها إمكانيات كبيرة جدا، فبيكون بإمكانه إن شاء الله. وأيضا وخاصة في أنه أغلبنا طلاب وشغالين بالريسيرشرز يعني، فاللغة لها إمكانيات كبيرة جدا. شكرا دكتور هايل، شكرا دكتور طه على التقديم. أبدأ أعمل شيرينج للسلايدز. أعتقد واضحة صح؟ نعم نعم دكتور واضحة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا التوك عبارة عن أو هذا التوك بخصوص لغة الماتلاب و ماتلاب فور ريسيرشر. لمن طلب إيميلي موجود في الشاشة، وإن شاء الله بعمل شيرنج للسلايدز بعض الشباب، والشباب بيعطوكم إن شاء الله. يونيفرستي ماليزيا بهانج في ماليزيا، Faculty of Computing. وأعطونا أقل من دقيقة الفرصة أطلعكم على جامعتي أيضا. University of Malaysia Pahang أحد الجامعات الحكومية في ماليزيا، هي في ولاية بهانج مدينة كوانتان. والحمد لله الجامعة رغم صغر سنها تأسست في 2002، إلا أنها يعني ماشية شوط كويس جدا. هي حاليا الرينكينج تبعها من 751 إلى 800 عالميا، على مستوى توب 50 اندر 50 من 100 الى 150، على مستوى اسيا 134، وايضا لديها العديد من الرينكينج بالنسبه لاكثر من سبجكت. معلومات عن الرينكينج بهذا اللينك. في كلية الحاسوب او فاكولتي اوف كومبيوتينج معانا بي اتش دي ريسيرش، ماستر ريسيرش، وماستر كورس وورك. لمن يرغب يمكن بالتواصل معي لمزيد من المعلومات. ماستر كورس وورك حوالي سنة ونص، يكون فيه مواد وبالأخير عبارة عن ريسيرش صغير. ماستر باي ريسيرش، بي اتش دي باي ريسيرش. وأيضا عندنا ديجري بروجرامز سوفت وير انجينيرنج، كمبيوتر سيستم اند نتوركينج، ومعنا جرافيكس اند ملتي ميديا. الجميل في ماليزيا انه اغلب الجامعات الماليزيه تدعم الطلاب، او فرص الدعم فيها كبيره. كوني درست في الهند اعتقد هذا الشيء مش موجود في الهند مقارنه بماليزيا. ففي معانا اغلب المشرفين عندهم فرص لدعم الطلاب. هذا يتم عبر التواصل، من احب ان يكمل دراساته العليا في ماليزيا
يتواصل مع احد المشرفين، وممكن انه يشوف اذا المشرف لديه جراند او فند. المبالغ تقريبا بهذا الشكل: الماجستير بحدود 1500 رينجت الى 1800، والدكتوراه الى 2300 رينجت. بالاضافه لانه اغلب الجامعات الماليزيه الحكوميه تقدم فلوشيب بسيط، قد يكون راتب شهري بدون اي مساعده بالنسبه للرسوم، لكن لسنتين او 3 سنوات حسب التخصص. هذه صوره الكليه الجديد انتقلنا لها هذا الاسبوع، ولدينا امكانيات كبيره جدا تتجاوز 50 كمبيوتر لابس اضافه الى بقيه الاشياء. طيب ندخل بالموضوع. احاول بقدر الامكان في هذا الموضوع بهذا اليوم بهذا التوك انه اتكلم عن لغات الماتلاب، وعباره زي كما اخبرتكم بيكون عباره عن مدخل يساعد الكثير لمن يرغب ب التعامل مع لغه الماتلاب. بيكون ان شاء الله بشكل يعني بتساعد بشكل كبير. لغه الماتلاب في البدايه هي كانت البدايه 1970، وكانت البدايه فقط من اجل الجبرا، وبعدين صار تطور في هذه اللغه الى 1984 تقريبا كانت البدايه الحقيقيه للغه الماتلاب. الجميل في لغه الماتلاب سهولتها، امكانياتها الضخمه جدا، قدراتها الهائله، بالاضافه لانها مقارنه ببقيه اللغات لغه سهله التعامل وسهله التعلم، متوفره لكل انواع الاوبريتنج سيستمز ويندوز ماكنتوش يونكس دوز. اند لغه الماتلاب واسعه جدا بحيث انها تغطي مجالات كبيره جدا مثل السيجنال بروسيسنج، نيورال نتوركس، ديب ليرنينج، ستاتستكس، فازي لوجيك، سيميوليشن، الجبرا، كالكولس، والكثير والكثير يعني. وما زالت تتوسع بشكل كبير. انا اعطيت الشباب لينك لتنزيل هذه اللغه. حجم اللغه في الوقت الحالي او النسخه الاخيره التي صدرت في مارس 2020 حجمها يصل الى 20 جيجا بايت حجم اللغه. اللغه الماتلاب كل سنه تنزل نسختين او تطورين في مارس وفي سبتمبر، ويضاف اليها اي جديد في مجال العلوم، في مجال الهندسه، في مجال الكمبيوتر، يضاف اليها مباشره الى هذه اللغه. هذه السلايد راح اعمل لها سكيب الهيستوري. هذه البدايات تبع الماتلاب الى ان وصلنا الى 1984. هذا اللينك لينك الويكيبيديا، راح تشوفوا تاريخ الماتلاب من البدايه الى يومنا هذا. كما اخبرتكم انه سنويا ينزل اصدارين، في مارس ينزل اصدار اللي يسموه اصدار A، وفي سبتمبر ينزل اصدار B. حاليا في معنا ماتلاب 2020 A اللي هو نزل في مارس، وسبتمبر هذا الشهر مفترض ان ينزل 2020 B، وهكذا كل سنه. الجميل في الماتلاب انه الريسيرشرز اللي يعملوا اي شيء جديد، سواء مثلا في كل تخصص، سواء في مجال الايميج بروسيسنج، سيجنال بروسيسنج، تلاحظ لاحقا يتم اضافه اللايبراريز او الكود تبعهم او الفانكشنز تبعهم يتم اضافتها للغه الماتلاب. انا اتذكر انه في بعض الابحاث قريتها في السنوات الماضيه اثناء دراستي. حاليا هذه الابحاث تم عملها كفانكشنز وتم اضافتها للغه الماتلاب نفسها، اصبحت بيلت ان functions inside the MATLAB language. Where we can find it? I mean the MATLAB language, how we can install it. هو اللغة غالية جدا، يعني اللي من أحب أن يأخذ نسخة أصلية تتجاوز سعرها فوق 2400 دولار تقريبا، لأنه فيها a lot of toolbooks. بس يعني وإن كانت غير قانونيا، لكن أغلبنا الآن يتعامل بهذا الشكل. هذا اللينك يتم ممكن تنزل فيها اخر نسخه ويوجد كراك. الكراك سهل التعامل معه، وهذا اللينك الفيديو كيفيه انستول هذه النسخه وكيف التعامل مع الكراك وكيف عمل الكراك عشان
يتم عشان تشتغل هذه اللغة. للأسف حجمها كبير جدا، فيحتاج معاك في الجهاز إلى حوالي 30 جيجا بايت، يكون عندك مساحة فارغة في السي، وعندك سرعات إنترنت عشان تنزل حوالي 20 إلى 21 جيجا من الإنترنت، فضروري يكون معك سرعة عالية شوية. أوكي، النسخة القديمة هذه هي الواجهة بالنسبة لها. هذه الواجهة كانت بهذا الشكل، عندنا عبارة عن واجهة رسومية فيها مجموعة ويندوز. هذه الويندوز كل ويندو لها فانكشن أو فانكشن معينة، فانكشنز معينة. أعتقد إنه أوكي، قبل ما أذهب للنسخة الجديدة أو أشارككم أفتح الماتلاب. هذه الآن هي حاليا النسخة الأخيرة، هذه مش النسخة الأخيرة، هذه 2018. هذه الواجهة بدأت من 2016، اعذرونا على السرعة عشان الوقت شوية، أحاول أن ألحق كل السلايدز. من 2016 إلى هذا الوقت، إلى 2020 ما زالت هذه الواجهة تطورت وأصبحت بهذا الشكل. زادت الإمكانية، زادت النوافذ، صار في يعني بعض الأشياء الجديدة. بعمل شير لتنفيذ اللغة. هذه هي لغة الماتلاب، هذه 2000، أنا عندي كمان 2018 ما نزلتش 2020. بهذا الشكل عندنا أكثر من واجهة: current folder, command window, workspace, command history. والتعامل كله يكون في الكوماند ويندو، في هذا المكان، في هذا المكان التعامل كله، أو البداية بتكون هنا، بحيث انه ممكن نكتب الكود بهذا المكان. برجع للسلايدز. طيب، أنا متوقع إنه أغلبكم ما نزلش الماتلاب إلى حد الآن لأنه حجمه كبير. فحالياً يوجد بعض الكومبايلرز أونلاين، أو ممكن استفادة من بعض المواقع، بحيث إنه قدر الإمكان تحاولوا تعملوا براكتس معايا، تحاولوا تطبقوا بعض الأشياء معي. فحالياً في حاجة اسمها ماتلاب أونلاين، ونفسه اللغة الماتلاب بس أونلاين في الماتلاب ويب سايت، لكن هذه تشتري ريجستريشن، وضروري يكون معنا لايسن، ضروري يكون معنا أكاونت حقيقي يعني، فبيكون صعب. لكن في لغة اسمها أوكتاف. هذه اللغة أصلاً كمان خصت يعني هي مشابهة للماتلاب، طبعاً الماتلاب أضخم منها كثير، بس مشابهة للماتلاب في التعامل مع بعض الإجراءات، بعض الماتماتيكس أوبريشنز، كومنتس أند سو أون، جرافيكس. سو في أكثر من لينك، في أكثر من أونلاين كومبايلر. أنا أنصحكم أنه نستخدم هذا الأوكتاف أونلاين. الآن برسله بالشات. هذا الأوكتاف أونلاين بهذا الشكل، octaveonline.net. هذا اللينك، سوري، اوكي، أوكتاف أونلاين. تشوف اللينك تقريبا أرسلته بالشات، إن شاء الله يكون وصل للكل. أوكتاف أونلاين هو لغة أوكتاف، هي تختلف عن لغة الماتلاب بس، لكن فيها هي متشابهة لغة الماتلاب في كثير من الأوامر، وممكن نستغلها حاليا للبعض، إنه ممكن تطبقوا معايا بعض الكومنتس خلال الشرح في هذا المكان. هذه الواجهة تبع الأوكتاف. هنا ممكن نكتب الأوامر، تمام، بهذا المكان، مثلا x يساوي 5،
وتشوفوا مباشرة تشوفوا التنفيذ، يعني ممكن تعتبروا انه هذه الواجهة هي عبارة عن الواجهة اللي امامكم في الماتلاب. نرجع للماتلاب، هذه هي الكوماند ويندو، هذه الكوماند ويندو هي نفسها هذه النافذة البيضاء، وفي معانا على اليسار variables. variables هي نفسها اللي موجودة في الماتلاب على اليمين، على مش الكوما سوري، على الورك سبيس. This one الورك سبيس هي نفسها الموجودة في الأكتاف على اليسار. طبعا الأكتاف ما تغني عن الماتلاب، ولكن حاليا فقط من باب انكم تطبقوا معايا بقدر الامكان. اوكي ارجع للسلايدز. طيب ايش الاشياء الرئيسيه في لغه الماتلاب؟ اول ما نفتح لغه الماتلاب في عندنا مجموعه ويندوز، الكوماند ويندوز الان انا اشرت لها، كوماند هيستوري، كالند دايركتوري، ورك سبيس، هيلب، ماتلاب اديتر. نرجع للغة الماتلاب. اوكي في عندنا هذا الكوماند ويندو، هذا الكرنت فولدر، وهذا جدا مهم، الورك سبيس والكوماند هيستوري. بسهوله ممكن نكتب اي اوامر بالكوماند ويندو، مثلا اكس يساوي 5 ونضغط انتر ونشوف مباشرة يتم التنفيذ. X يساوي 5، هذا الأمر اللي عملناه في البداية هو عبارة عن أمر أو كوماند، كتبنا إنه X يساوي 5، معنا variable سميناه X وقيمته 5، مجرد ما عملنا enter مباشرة تم التنفيذ وكان X ظهر هذا الناتج. يعني نحب إن نكتب أوامر بدون ما يتم التنفيذ مباشرة، مثلا Y يساوي 7، ممكن ضروري نعمل فارزة منقوطة، فارزة منقوطة بحيث انه لا يتم التنفيذ مباشرة، لكن الان بعد ما نعمل كليك تم التنفيذ لكن لا ما تظهرش النتيجة، والدليل انه على الجانب اليمين في الورك سبيس في معانا متغير اكس ومتغير واي، متغير اكس ومتغير واي، متغير اكس قيمته 5 ومتغير واي قيمته 7. اوكي فالواجهة الرئيسية أو الكوماند ويندو ممكن كتابة فيها أي أوامر، أي أوامر خاصة بالمتلاب ممكن أن نكتبها في هذا المكان، ويتم التنفيذ مباشرة بالضغط على Enter. إذا تحب تطلع نتيجة مباشرة سوري، مثلا الزد يساوي X plus Y فالناتج 12، W equal Z time 3 ومعنا 36. على اليسار على اليمين في معنا كل المتغيرات التي تم استخدامها موجودة على اليمين. فإذا مسحنا هذا الويندوز أو الكوماند ويندو، إذا مسحناه في عندنا أمر CLC اللي هو clear للسكرين، نشوف إنه ما زال معنا على اليمين الورك سبيس ما زال محتفظ بالمتغيرات. هذا معناه إنه إحنا بس حذفنا مسحنا الشاشة، نظفنا الشاشة، ولكن الذاكرة ما زالت بهذه المتغيرات، الذاكرة ما زالت بهذه المتغيرات. يعني إنه لو نشتي نستدعي الإكس بأي لحظة نستدعي الإكس، فمباشرة الإكس ما زال محتفظ بقيمته 5، الواي، الزد، الدبليو. أوكي فما موجود في الورك سبيس معناها موجود في الذاكرة تبع الماتلاب حاليا، ويتم ممكن التعامل معها بسهولة. يعني لو عملنا متغير جديد Q عبارة عن W في time Z، فمعنا متغير جديد اللي هو Q وقيمته هذه القيمة اللي حاصل ضرب W مع Z أو في Z. هذا الكلام هو نفسه في الأوكتاف ممكن تطبيقه. الآن لو عملنا متغير يساوي 7 و يساوي 3، W يساوي X plus Z plus Y، الانسر 15، وعلى اليمين معنا كل المتغيرات W X Y Z. إن شاء الله شباب تطبقوا معي، قد فتحتوا الأكتاف.
ممكن عبر الشات تعملوا اوكي انه يعني متابعين او لا، او ابطئ شويه او اسرع شويه، اشوف انه هدوء يعني. أخطأها أخايل. نعم دكتور تفضل. أوكي يعني الأمور تمام. الأمور تمام تمام. الأمور تمام. بيت سلوار. أوكي 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 شوية أبطأ تمام، بس أهم شيء الأوكتاف يكون فتحته الويب سايت، وحاولوا قدر الإمكان تطبقوا معايا شوية شوية. احاول ابطئ شويه بس انا خايف على الوقت انه ما يسعف حناش. اوكي تمام، فنرجع الاكتاف. اوكي اوكي أمر تنظيف الشاشة هو عبارة عن CLC أمر تنظيف الشاشة. فلو من البداية كمان رجعنا كتبنا بعض المتغيرات. أوكي أيضا الأكتاف مثل الماتلاب، لو عملنا فارزة منقوطة تشوفوا إنه ما يتنفذش، لكن موجود معنا متغير بي موجود، لكن لو كتبنا بي بدون أي فارزة منقوطة مباشرة بنشوف التنفيذ على الشاشة. وعلى اليسار معنا المتغير P موجود. CLC مجرد مسح للشاشة، لكن Clear هو مسح للذاكرة. مسح للذاكرة يعني لو عملنا أمر Clear فإنه بنمسح كل اللي موجود في الذاكرة. لو تلاحظوا على اليسار بيمتسح كل المتغيرات. هذا الكلام أيضا بالنسبة للماتلاب. اسمحوا لي إنه أنا أطبق بالماتلاب، أنتم ممكن تطبقوا في الأوكتاف عشان ما بس صعب علي أروح هنا وهنا. تمام، فكلير انظروا معي لليمين، في معنا الورك سبيس، في معنا بعض المتغيرات. سي ال سي مجرد مسح الشاشه لكن لا يمسح الذاكره، اما كلير يتم مسح الذاكره، فاللي على اليمين كلها راح تمتسح، ما فيش معنا اي شيء بالذاكره الان. لو عملت اكس undefined function or variable، ما فيش معنا اي variable or function اسمها اكس. ايش معنى function؟ لاحقا بنعرف ان شاء الله، بس حاليا نعرف اللي هو نسميها variable. الفاريبل هو هو يعني بلغه سهله الفاريبل هو موقع في الذاكره، او هو مكان او مخزن احنا بنحط فيه قيمه. الفاريبل هو مخزن بنحط فيه قيمه. هو اصلا لو احنا نرجع شويه ندخل شويه بالعميق، احنا لما نخزن معناها بنخزن في الذاكره، في ذاكره الكمبيوتر. في ذاكره الكمبيوتر معانا عناوين للذاكره. العناوين مفترض انها تكون بالباينري لانجويج، بالباينري لانجويج يعني بلغه الاله. للتسهيل احنا نعطيها رموز. هذا الرمز لما احنا نكتب اكس يساوي 5، ففي معنا موقع في الذاكره سيتم فيه خزن رقم 5. هذا الموقع راح يكون عنده ادرس او عنوان بلغه الاله، لكن احنا صعب علينا نفهم لغه الاله لما يعني نحفظ او يعني التعامل معها. الاكس هو راح يمثل ادرس بلغه الاله، بس احنا امامنا الادرس او العنوان بيكون اكس. فالفاريبلز حاجه مهمه جدا لانه يتم فيها خزن المعلومات. وبالتالي الفاريبلز ضروري تكون مختلفه عن الاخر، يعني عشان اخزن اكثر من معلومه في كل مره ضروري يكون معي فاريبل مختلف، والا بيتم الخزن في نفس المكان. يعني اكس يساوي 5، لو عملت اكس يساوي 7، طبعا في الماتماتكس مستحيل يكون معنا الاكس يساوي 5 في نفس الوقت الاكس يساوي 7 في الماتماتكس، لكن في البرمجه لا، هذا معناه انه الموقع اللي عنوانه اكس يساوي خزننا فيه قيمه 5، ثم لاحقا نحب نخزن فيه قيمه اخرى اللي هي 7، وبالتالي السبعه راح تحل محل الخمسه. هذه هي معناها الفاريبلز في البرمجه، تختلف تماما عن الماتماتكس. الماتماتكس لو واحد يشوف انه اكس يساوي 5 اكس يساوي 7، هذا ماتماتكس غلط مستحيل.
لكن في البرمجة هي عملية إحلال، ما يكون على اليمين يتم إحلاله، يتم خزنه في المتغير اللي على اليسار، يعني الخمسة يتم خزنها في المتغير X. لو عملنا خطوة أخرى، 7 X يساوي 7، معناها السبعة بيتم خزنها في الموقع X، ما كان موجود سابقاً سيتم مسحه، سيتم حذفه، تمام؟ وهكذا X يساوي 10، معناها القيمة الأخيرة اللي عندنا هي X. Clear هي مسح الذاكرة، CLC هي مسح الشاشة. اوكي، هذه في حاجة مهمة جدا ضافوها جماعة الماتلاب، اللي هي الماتلاب لايف اديتر. بشكل سريع بطلعكم عليها، اللي هي موجودة في نسخ 2016 فما فوق. هذا المكان نيو لايف سكريبت، راح نضغط، راح يكون معنا ويندوز جديدة. لو لاحظنا سابقا قبل ما نبدأ هذا الكلام، الكوماند ويندو هنا نحن بنكتب الأوامر، طبعا بعدين بنكتب اوامر اكثر من مجرد متغيرات او فاريبلز. لما نعمل امر يتم التنفيذ تحت الامر، وممكن كتابه اكثر من امر، لكن التنفيذ يتم تحت الخط او تحت اللاين مباشره. في اللايف سكريبت، حاولوا انهم يتم دمج اكثر من شيء في مكان واحد. يعني هنا لو كتبنا x يساوي 5 ونفذنا، كيف انفذ؟ انفذ بالضغط على هذا الازرق، هذا الخط الازرق اللي هنا، او run، او f5 y equal 7 run z equal 8 f5 كلها تسوي run، تمام؟ بعدين حبيت ان انا اكتب بعض الكوماندز او كلام. نرجع للكوماند ويندو، الكوماند ويندو هنا لو حبيت اكتب اي شيء كمعلومات، اريد اكتب لطلابي اي معلومات in this chapter، اضغط، يعني ما يقبلش اي تكست. ما الكوماند ويندو يقبل بس اوامر فقط، يعني اي اوامر اوامر اللغه يقبلها، اي شيء ثاني يعتبرها خطا، يعتبر في ايرور، يعتبر انديفاين. في اللايف باللايف اديتر يمكن دمج الكود مع التكست مع صور مع فيديو مع اي شيء، مع اي شيء اخر يعني. فاذا تحب تعمل كود تكتب كود، اذا تحب تعمل تكست تضغط على هذا اللي فوق تكست، ممكن اكتب الكلام اللي اريده للطلاب. In this chapter we will learn. Okay. بعدين اريد اعمل كود مرة ثانية، ممكن اكتب كود مرة ثالثة، اكتب تكست، اعمل تكست مرة ثانية، اريد اضيف صور، اريد اضيف صورة. اوكي، يعني اللايف سكريبت او اللايف اديتر ممكن حط يعني عمل اكثر من شيء، الكود، تكست، صور، فيديو، ايكويشن، تيبل اوف كونتين، بعض التولز. فبعدين يتم ممكن تخزينها وترسلها للطلاب، وبالتالي الطلاب ممكن يشوفوا كل شيء في صفحه واحده، يشوفوا كل شيء في صفحة واحدة. الكود لو في كود ممكن يعني لما يفتح الملف مباشرة يتم، يعني الطالب فتح الملف هذا راح شاف الكود، يدخل على هذا، يعني يعمل كليك في هذا البلوك ويعمل رن فيتنفذ الناتج، ينزل يقرأ، يعمل رن للبلوك الثاني، ينزل يشوف الصور، يشوف الفيديو، يشوف المعادلات، وهكذا. هذا يسموه هذه موجودة من 2014. كويس، أنا عرفتها من 2016. كويس، شكرا أخ محمد. من بعد 2014، من قبل ما كانت موجودة. فهذه جدا مفيدة للي يعمل محاضرات، ممكن نقول interactive lectures، بحيث إنه الطلاب يتفاعلوا، ينفذوا كود، يطبقوا ويقروا وهكذا يعني. تمام،
اوكي طيب نرجع للكومن. في معانا بعض الاوامر، في بعض الاوامر هي مشابهه لاوامر الدوز. الجميل في الماتلاب انه عندها هيلب بشكل كبير جدا ومفيد. فامر هيلب وتكتب جنبه الامر اللي تريد تتعلمه مثلا، فيعطيك بالتفاصيل كل شيء. طبعا انا بقفل اللايف اديتر واعمل سي ال سي كلير. اوكي سي امر هيلب. تلاحظوا هنا كل الـ 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 الاوامر الكومنتس التول بوكس. ممكن بسهوله تعمل كليك على اي منهم ويفتح بعض الملفات، او انه مثلا تكتب هيلب مثلا الامر، شي تعرف امر ماكس وتقرا عنه، شي تعرف هيلب كيف اكتب اس برنت اف. وايضا في الاخير راح يشوف الاوامر اللي هي مشابهه لها، بس مشابهه لهذا الامر ولكن له استخدامات اخرى. في معانا لوكينج لوك فور، هذا امر جميل للبحث. تحب تبحث عن ماكس فيعطيك كل الاوامر اللي موجوده في الماتلاب اللي لها علاقه بالماكس، او ممكن تساعدك انه تبحث مثلا في اكثر من ماكسيمم فانكشن، في اكثر معانا كما قلت يعني في معانا اكثر من فيلد. ففي هذه كلها اللي فيها علاقه بالحصول على الماكسيمم، او الامر نفسه في كلمه ام حروف ام اكس يعني ماكسيمم. اوكي اوكي التنفيذ F5. اوكي في هذه اسهل اوامر اللي هي سي ال سي استخدمناها، كويت اللي هي ترمينيت للماتلاب، تخرج من الماتلاب تعمل كويت، سي دي مجرد تغيير الدايركتوري وهذا مهم جدا الان بنتكلم عليه، المرور من ملف فولدر الى فولدر، السايز بالنسبه للماتريكس. اوكي هو هوز بات ويتش. اوكي احنا دائما اهم حاجه عندنا اللي هو اللي على اليسار اللي هو الكرنت فولدر، بحيث انه لما افتح ملف ماتلاب، طبعا بنوصل بالاخير الى ملفات الماتلاب، لما افتح اي ملف ضروري يكون هذا الملف موجود بالكرنت فولدر عشان اعمل له تنفيذ، اذروايز ما اقدرش انفذه. وبالتالي دائما انا انصح الجميع انه لما في اي شيء ليس فقط في الماتلاب اي مكان، لما انت نزلت الماتلاب وبدات تشتغل فالماتلاب راح ينزل في القرص سي، في الدي، في الدي اعمل فولدر، في فولدر اسمه ماتلاب. السي اللغه موجوده في القرص سي اللي تحتاج حوالي 30 جيجا، لكن ملفاتك كودك بيكون في قرص اخر مثلا الدي الاي اند سو اون. يعني اللغه موجوده، الكومبايلر موجود في السي، لكن الكود اعمل فولدر خاص في الدي او اي قرص ثاني في الدي مثلا مثل هنا ماتلاب. داخل هذا الماتلاب ملأ فولدر، اعمل فيه كل ما تحب تشتغل بروجكت معين شيء معين، اعمل فولدر وداخل هذا الفولدر اكتب الكود تبع الماتلاب، بحيث انه لو امتسحت عليك اللغه او مسحت اللغه او عملت فورمات للسي الكود ما زال موجود. وكل ما تشتغل في يعني على بروجكت معين مثلا هذا البروجكت، فضروري يكون هذا الفولدر اكتف، يعني هذا الكود this clpp، فضروري يكون هذا الكود اكتف. ايش معنى الفولدر اكتف؟ الفولدر يعني اكون حاليا الكرنت فولدر تبعي، هذا الفولدر.
Otherwise, I cannot use these files. Okay? يعني هذه الملفات ضروري تكون هي بالكرنت فولدر تبعك وإلا لا يمكن استخدامها. يعني لو حاولت تستخدم أي واحد منهم مثلا هذا الآن هذا الكود حاولت تطبقه هنا بيشتغل يعني ملف آخر بيشتغل أوكي بيتم التنفيذ. لكن لو أنا خارج هذا الكرنت فولدر أنا عملت ستوب الآن أوكي هذا الفايل في فولدر ليس هذا الكرنت فولدر لما أجي أنفذ يقول لي إيش يقول لي عندك مشكلة بالكرنت فولدر هل تحب نغير نروح على الفولدر اللي فيه هذا الفايل نقول له تشينج فولدر فدخل على الفولدر الرئيسي اللي فيها الفايل فأصبح هو الكرنت فولدر فهذا جدا مهم هذا الآن بنوصل له في آخر السلايس إنه بنتكلم كيف نعمل ملفات كيف بنعمل ملفات وأكواد. أوكي. بالنسبة للكالكوليشن أو الماتماتيكس أو الجبرا المتغيرات عندنا صلاحية إن نكتب أي حروف كمتغيرات السيمي كولون هذه عشان ما يتمش التنفيذ مباشرة مثلا A يساوي 2 سيمي كولون B يساوي 5 هذه عملية عملناها A باور B A للأس B مباشرة يطلع الناتج وهكذا عندنا شروط لاستخدام الفاريابلز مش ممكن انه مثلا نقدم الرقم قبل الفاريابل يعني X يساوي 10 مقبول X مقبول لكن 5X مش مقبول الفاريابلز لا تبدا بارقام ابدا انا متاكد انه الجميع او الاغلبيه منكم قد تعامل مع لغات في الماتلاب لغات برمجه فالفاريابلز لها لكتابتها في شروط معينه اهم شرط انه لا يسبقها رقم لا يسبقها بعض الرموز لغه الماتلاب لغه سنسيتيف وبالتالي الاكس سمول ما يساويش الاكس كابيتال يعني اللور كيس لا يساوي الابر كيس لا يساوي الابر كيس يعني A الA سمول CLC clear okay. يعني لو قلت X يساوي 5 كابيتال X يساوي 5 ايضا لاحظوا هنا على اليمين معانا متغيرين مش متغير واحد اللور كيس يختلف تماما عن الابر كيس تمام في بعض اللغات ما عندهاش مشكله باللور كيس والابر كيس لكن في اغلب اللغات لا الابر كيس واللور كيس مختلفين ارجو انه تطبقوا بالاوكتاف الجميل في الماتلاب انها لا تحتاج الى تعريف No need to make a special definition for the variables like C, C++, Java, and so on. بقية اللغات نوعا ما في هذه النقطة شديدين يعني احنا عندنا أكثر من نوع من الأرقام أو من variables. اللغات الثانية تحتاج إنه تكتب نوع variables integer x يساوي 5 الانتجر اللي هي الأرقام الصحيحة اللي هي الأرقام النيجاتيف والبوزيتيف ولكن without any fractions اللي نسميها الانتجر أو الأرقام الصحيحة في الرياضيات لغة السي لغة الجافا تحتاج إنه نعرف إذا أنت تريد متغير وتخزن فيه قيم صحيحة سواء سالبة أو موجبة فضروري نكتب قبله انتجر نوع الفاريابلز إيش انتجر أو إذا عندك مثلاً ضروري نكتب float أو double تمام؟ هذه الأشياء مش مهمة في الماتلاب هي هذه الأوامر موجودة لها استخدامات أخرى للتحويل من نوع إلى نوع لكن كتعريف في البداية مش مهم يعني ممكن أكتب رقم float أو كسور متغير x ممكن اكتب انتجر مباشره لاي
لأي متغير. ما احتاجش إن أنا أعرف أو أعمل definition لل variables. في أكثر من نوع من أنواع الداتا. هذه هي أنواع الداتا. أشوف أحيانا بعض الشاتس ف الصوت واضح أعتقد شباب. هذه أنواع الداتا اللي تطلع يعني أنتو أوكي شكرا أكرم. في معنا انتجر اللي هو بالنسبة لمن نخزن في الذاكرة. هذه بالنسبة للغات البرمجة بشكل عام أو الكمبيوتر بشكل عام. لما نختم بالذاكرة في عندنا سعة لكل متغير بحيث أنه يحدد لكل متغير حجم داخل الذاكرة. قد نضطر أنه حسب الداتا اللي معانا أنه نستخدم متغيرات لا أنواع خاصة بحيث أنه مثلا لو معانا رقم كبير جدا فنحتاج أنه نعطيه مساحة واسعة في الذاكرة. والعكس صحيح انه اذا معنا متغير قيمته صغيره ما الداعي انه نعطيه نخزنه في مكان كبير ونشغل الذاكره. بالتالي مكان صغير قد يكفي يعني. فعندنا اللي هو السايز تبع الفاريبلز يكون حسب نوع الفاريبلز او حسب نوع الداتا. فعندنا 8 بت 16 بت 32 بت 64 بت. هذا كل ما تمرست أكثر في اللغة كل ما استخدمت الأشياء المناسبة لحجم الداتا اللي معك. بشكل عام من الانتجر إلى هنا إلى اليوني انتجر هذه تتعلق بالأرقام. السنجل الدبل تتعلق بالأرقام أيضا. اللوجيكال اللي هو الفاريبلز اللي لها قيمتين إما فولس أو ترو أو 1 أو 0. الكاركتر اي شيء يتعلق بالحروف الكاركترز يعني نخزن فيه اي كاركترز. وفي معانا شيء اوسع اللي هو السيل اري. السيل اري قد يكون فيه اكثر من نوع من الداتا يعني نمبرز كاركترز اند سو اون. لغه الماتلاب من كلمه ماتلاب. ماتلاب جاي من كلمه ماتريكس. ماتريكس لابراتوري library او library. فلانه الحلو في الماتلاب انه يتم التعامل مع كل المتغيرات على انها ماتريكس او على انها فيكتور. يعني الان لما قلت اكس يساوي 5 اللغه تعتبر الاكس هذا عباره عن ماتريكس حجمه 1 في 1. الاكس يساوي 5 فالاكس عباره عن ماتريكس حجمه 1 في 1. فكل المتغيرات يتم التعامل معها على انها ماتريكس تمام او فيكتورز. احنا نقول الفرق بين الفيكتور انه سواء عمود او صف لكن الماتريكس اللي يكون فيها اكثر من عمود واكثر من صف تمام. بس هو يعني الفيكتور هي حاله. الفيكتور هي حاله خاصه من الماتريكس تمام. فالتعامل لغه الماتلاب يتعامل مع كل المتغيرات على انها ماتريكس لها أسطر وعدد أعمدة. ونشوف هذا الكلام في هذه النقطة. في لو نفتح الماتلاب أعمل كلير هنا أعمل كلير أمسح اللي موجود أوكي سي إل سي. لما أقول إكس يساوي 5 على اليمين عندي الورك سبيس. لو عمل دبل كليك مرة ثانية دبل كليك على الإكس شوفوا هنا هذا هو المتغير x 1 time 1 يعني هو اصلا اعتبره مصفوفه او ماتريكس حجمها 1 في 1 تمام. فالتعامل دائما مع الماتلاب يتعامل على انها عباره عن ماتريكس اوكي. فنقدر نتحكم بحجم الماتريكس. الجميل في الماتلاب انه البدايه هو ان السطر او العمود يبدا من رقم 1 عكس بقيه اغلب اللغات اللي يبداون من زيرو من زيرو. فعشان نكتب ماتريكس او عشان نعرف ماتريكس داخل الماتلاب نحدد حجمها او نحدد حجمها وايش اللي داخل الماتريكس
وفي نفس الوقت يمكن استدعاء أي عنصر داخل الماتريكس بسهولة، لأنه معنا عنوان لكل عنصر، عنوان لكل عنصر. العنوان يبدأ بالسطر، هذه الماتريكس اسمها M مثلاً، M 5، الرقم الأول يمثل السطر، الرقم الثاني يمثل العمود. فعندنا هذه المصفوفة عبارة عن 6 × 10. ليش قلنا 6؟ لأنه الأسطر هي الأول، نبدأ بالأسطر 6 × 10، وممكن استدعاء أي عنصر بكتابة عنوان هذا العنصر أو نسميه إندكس. إندكس 5 سطر الخامس العمود الرابع، السطر الخامس العمود الرابع، وبالتالي يمكن استدعاء أي عنصر داخل هذه الماتريكس. هذه الماتريكس M 2 dimension. الجميل في الماتلاب أنك ممكن تعمل أكثر من سايز، 3 dimension, 4 dimension, 5 dimension and so on، تمام؟ لكن هذا يتوقف أيضا على الذاكرة تبع جهازك، لأنه يتوقف على حسب الجهاز تبعك، لأنه قبل شوية احنا تكلمنا على حجم كل variables كم بيحتاج عشان نخزنه. فلما يكون معنا ماتريكس كبيرة ويكون معها أكثر من بعد، معناها قد تحتاج، لو مثلا لو فرضنا كل عنصر عنده يحتاج 8 بايت وعندنا ماتريكس كبيرة مثلا 1000 × 1000، فتصوروا كم حجم البايتس اللي عشان نخزن كل عنصر داخل الماتريكس هذه. ولو معنا 3 dimension أو 4 dimension بعدها معناها بنحتاج حجم كبير جدا في الذاكرة، وهذا قد يكون فوق قدرة الذاكرة تبعك اللي موجودة في الجهاز، تمام؟ طيب نرجع للماتلاب. طيب كيف ندخل الماتريكس بسهولة الآن؟ مثلا عبارة عن X يساوي 1 2 3 4 5، هذه عبارة عن ماتريكس أو فيكتر، عبارة عن سطر واحد وكم أعمدة؟ 5 أعمدة. لو حبينا ندخل أعمدة، سوري، هذا عبارة عن سطر واحد وخمسة أعمدة، لو حبينا نسوي 5 أسطر فضروري نعمل فارزة منقوطة بين كل عنصر وعنصر بهذا الشكل. هذه الآن معانا 5 أسطر وعمود واحد، تمام؟ حبينا نعمل مصفوفة ثنائية 2 × 2 × 3 × 3 أيضا نفس الشيء، okay. فارزة منقوطة 5 6 7 8، اللي فاتحين الأكتاف ممكن طبقوا هذا الكلام 9 10 11 12. فعندنا هذه مصفوفة عبارة عن كم؟ 3 × 4 3 أسطر و4 أعمدة. لو انتقلت للأكتاف، للي فاتحين الأكتاف شير كي ريكونكت كي، هذا الأكتاف، اللي شغالين في الأكتاف ممكن تطبيق هذا الكلام بشكل مباشر، تمام؟ فهذه طريقة إدخال الماتريكس داخل الماتلاب. في طريقة أخرى لإدخال الـ 2 dimension عبارة عن Enter، مثلاً 1 2 3 4 Enter، 5 6 7 8 Enter، 9 10 11 12. الانتر معناه كأنك تقول له سطر جديد، كأنك تعطيه أوامر إنه هذا سطر جديد، فيعتبرها إنه اوكي. الأخ أكرم بس اسمح لي بس أخلص، بعدين لو في عندك مشكلة نشوف، اوكي. طيب فهذه طريقة كتابة أو إدخال الماتريكس سواء صف أو عمود. طيب إحنا نشوف هنا
في طريقة أخرى إدخال الـ variables value بشكل معادلة، هذا كمان أحد مميزات الماتلاب. مثلاً C1 equal 0 to 99، يعني بدل ما أكتب 0 1 2 3 إلى 99 أو إلى 100، فهذه النقطتين فوق بعض بمعناها إنه من 0 إلى 99، فمباشرةً هذا أمر تلقائي، فبالتالي معنا 100 عنصر ابتداء من 0 إلى 99. عندنا بعض الـ functions، كلمة functions لأنها تنفذ بعض الأشياء، وضروري يكون واضحين أنه هذه نسميها built-in functions. built-in function موجودة داخل اللغة. لما أقول once 3 معناها أنه أعطي لي أو أعمل لي مصفوفة 3 3 كلها واحدات. اوكي، زيروز اي ممكن تختار حجم معين او تختار الحجم، لو كتبت قيمه واحده كما مكتوب على اليسار معناها انه هذه القيمه هي نفس السطر وهي نفس العمود، واذا كتبت قيمتين فتحدد الاول هو سطر والاخر هو الثاني هو العمود. ف clear z يساوي once 3 فهذه مصفوفة بمعنى 3 times 6 مصفوفة ثانية، فتحدد كم أسطر كم أعمدة في اللي هو zeros 4 4 okay. طيب إيش قصة الـ i 3 3 عبارة عن مصفوفة الدايجنال دايمتر تبعها أو البرايمري دايجنال متر دايمتر تبعها واحدات والبقية كلها أصفار. طيب نختار أكبر 9 تمام، هذه هي مصفوفة خاصة ليكون القطر الرئيسي واحدات والبقية كلها أصفار. لو اخترنا أكبر، لاحظوا إنه ممكن نختار عدد معين من الأسطر وعدد معين من الأعمدة حتى في الأمر الأخير اللي هو الآي. القطر الرئيسي واحدات لأول 9×9 والبقية كلها أصفار. طبعاً إيش الاحتياج لهذه الأشياء؟ أحياناً في يكون معنا كود معين ونحتاج نولد مصفوفة تلقائياً، فقد نحتاج هذه الأوامر. اوكي هذه قد جبناها. اوكي طيب الحصول على شيء معين من الماتريكس هذا جدا مهم، هذا جدا مهم. نرجع هنا الواي الزد. اوكي طيب الدبليو هنا معنا عبارة عن 3×4. لو حبيت أوصل للعنصر الأول فمعناها السطر الأول كوما العمود الأول. لو حبيت أوصل للسطر الأول للرقم 7 وبالتالي بيكون معايا كم؟ السطر الثاني العمود الثالث. لو حبيت أوصل للسطر الأول كله للسطر الأول بشكل عام فبيكون اسم المتغير، و السطر الأول دائما السطر يبدأ في أول رقم هو واحد معناه السطر الأول كوما نقطتين فوق بعض كأنك تقول له كل الأعمدة، السطر الأول كل الأعمدة. المتر بالنسبة للعمود، لو حبيت أخذ العمود الأخير اللي هو العمود الرابع وبالتالي بقول له كل الأسطر كوما العمود الرابع، كل الأسطر العمود الرابع وهكذا تمام. بسهولة ممكن الوصول لأي قيمة داخل الماتريكس أو لأكثر من سطر أكثر من عمود وهكذا بهذا الشكل. طيب لو حبيت أختار أريد أول عمودين مع بعض، مش عمود واحد، كيف بيكون؟ أول عمودين وكل الأسطر
وبالتالي كل الأسطر كوما 1 إلى 2 بهذا الشكل. مرة ثانية أمسح عشان أطلع فوق. هذه المصفوفة أريد أختار أول عمودين فقط، نص المصفوفة. فاسم المتغير حق المصفوفة أول عمودين معناها راح أخذ كل السطور اللي موجودة في العمودين، وبالتالي هذا الرمز معناها كل العمود الأول 1 إلى العمود الثاني 2 بالمثل. لو حبيت إلى العمود الثالث، طيب لو حبيت من الثاني إلى الثالث، حبيت الثالث إلى الرابع فقط، وهكذا. أوكي، سهولة الوصول لكل الأشياء الموجودة داخل الماتريكس. أوكي. في معانا اللي هو الـ some special variables زي الـ pi اللي هو 3.14، الـ i اللي هو complex number. بقدر الـ i مخزون، يعني لو ما نقدرش نستخدم متغير اسمه i لأنه الـ i مخزون الـ complex number. بعض المتغيرات او السبيشال فاريبلز موجوده داخل الماتلاب، ما ممكن نستخدمها. الاي او الجي هذه مخزونه للكومبلكس نمبر اللي هو الجذر ماينس 1 او اي 1 اي. في معانا ريال مين، ريال ماكس، ماكسيمم، لارجست نمبر، سمولست نمبر، هذه كلها مخزونه داخل الماتلاب. كون الماتلاب يتعامل مع الفاريبلز انها متغيرات، هذا يسهل مع انها ماتريكس، سوري، كون الماتلاب يتعامل مع الفاريبلز او المتغيرات انها ماتريكس، هذا يسهل اشياء كثيره. وبالتالي لو حبينا نجمع على الماتريكس مثلا، لو ندخل شويه براكتس. اوكي، لو ندخل شويه براكتس مثلا الايمكس عبارة عن مصفوفة قد تكون 2 في 2، قصدي 2 dimension أو تكون 3 dimension. فالمصفوفة عبارة عن الإيمج عبارة عن مصفوفة 2 dimension، داخل المصفوفة هذه عبارة عن أرقام، فحبيت أضيف قيمة لهذه الأرقام، لهذه الإيمج، لهذه الصورة. فكون الماتلاب يتعامل مع الماتريكس، مع الفاريبلز كماتريكس، ممكن سهولة التعامل مع الماتريكس بحيث انه ممكن لو ضفت رقم ينضاف الى جميع العناصر مباشرة. فمثلا عندنا هذه المصفوفة A، هذه الارقام اللي داخلها 3 في 3 حجمها 3 في 3، فلو قلت A plus 3 مباشرة كل عنصر في المصفوفة راح يضاف عليه 3، وهذا مش موجودة في بقية اللغات. بقية اللغات عشان اجمع، انا ما اتكلمش عن اللغات الحديثه، اتكلم على اللي قبل C++ او سي والجافا. لو حبيت اجمع فضروري اخذ كل رقم واجمعه مع الثلاثه، اعمل كود، اعمل لوب يمشي على كل واحد منهم، وكل مره ياخذ واحد ويجمعه مع الثلاثه ويطلع الناتج. بالماتلاب مباشره لو قلت A equal 3 plus 3 فمباشره كل عنصر يتم جمعه مع ثلاثه ويكون هذا الناتج. لا، minus 2 كل رقم مباشرة subtract 2 from each number مباشرة، حذف 2 أو ينقص 2 من كل number. multiply division direct، يعني ما احتاجش إن أنا أقسم كل عنصر أو كل element في المصفوفة، لا، يتعامل مع الماتريكس كلها وكل عنصر يتم ضربه أو قسمته على العدد المطلوب، وهذا يسهل كثير سواء بالوقت او حتى في الميموري اللي يتم استخدامها. ايضا بالنسبه للباور في معانا اللي هو وايز اوبريتور اللي هو دوت، هذا علامه الباور. فلو قلت a دوت باور 2 اللي هو الوايز اوبريتور، فمعناه انه كل عنصر يتم رفعه للاس 2 او الباور 2 وهذا الناتج مباشره، ما احتاجش انه اخذ كل اليمنت من المصفوفه واعمل لها اس او اسوي كود عشان يطلع الناتج مباشره، تمام. لكن لو استخدمت الاس العادي اللي هو without not wise operator، في نوعين او شيئين مهمين في الماتلاب، اللي هو الوايز اوبريتر اللي هو ابدا بالدوت
وبعدين العلامة، سواء سواء الأس أو الضرب أو القسمة. فمثلا بهذا الشكل دوت باور 2 معناها كل عنصر ارفعه للباور 2، لكن لو عملت A باور 2 هذه يعادل A تايم A، يعني كأنه أضرب المصفوفة في نفسها. وضرب المصفوفات طبعا أنتم عارفين أن ضرب المصفوفات له شروط معينة، يعني ضروري عدد الأعمدة يساوي عدد الأسطر، يعني المصفوفة A مصفوفة B فعدد الأعمدة في الأول يساوي عدد الأسطر في المصفوفة الثانية، أدروايز مش ممكن نعمل عملية الضرب، صح؟ لو تذكروا الرياضيات. فهذا الضرب اللي هو ضرب نسميه صار ضرب مصفوفات تقريبا، كنا نسميه بالأيام الثانوية أو شيء. فـ A باور 2 معناها A باور أو A تايم A، يعني كأن نضرب الـ A في الـ A، فهذا ضرب مصفوفات فالناتج بهذا الشكل. اوكي، فالـ A ستار B اللي هو الضرب الاعتيادي ضرب مصفوفات، ضروري يتحقق الشرط انه عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يساوي عدد الأسطر في المصفوفة الثانية. لكن لو عملنا دوت، هذا اللي نسميه وايز أوبريتر، اللي هو معناه إنه اضرب العنصر الأول في العنصر الأول، الثاني بالثاني، الثالث بالثالث، وهكذا. لو نأخذ هذا المثال الـ A B، فالدوت ستار B فراح يضرب الواحد في واحد، اثنين في واحد، ثلاثة في واحد، ضرب اعتيادي وطلع الناتج. لكن A star B أو dot B مش wise operator، فهذا ضرب مصفوفات. وضرب طبعا مش لو تتذكروا كيف كنا نضرب بحيث إنه يطلع الناتج كمثل هذه المصفوفة. بالنسبة للقسمة ال S divided by B، زمان في المصفوفات كمان كنا ايش نعمل، كنا نحول القسمة الى ضرب، بعد ما نعمل انفرس للاول نعمل انفرس وبعدين نحولها الى ضرب. فأهم شيء انه يتحقق الشرط انه عدد الاعمدة يساوي عدد الاسطر، otherwise we cannot make this operation. الدوت هنا معناه انه قسمه عاديه، كل عنصر من الاول المصفوفه الاولى ينقسم على العنصر من المصفوفه الثانيه، قسمه عاديه على مستوى العناصر او وايز اوبريتر، وهذا هو الناتج. A باور B طبعا مش معقول نعمل مصفوفه باور مصفوفه اخرى، فهذا مش ممكن. لكن وبالتالي الأس دائما عبارة المفروض يكون سكالر أو قيمة واحدة، فنستخدم الوايز أوبريتر. الوايز أوبريتر لما يكون عندنا مصفوفة أخرى بس وايز أوبريتر، استخدمنا الوايز أوبريتر معناها الأس، يعني اللي هو المصفوفة الثانية كل عنصر راح يكون أس للعنصر اللي يقابله بالمصفوفة. يعني هذا الآن المصفوفة اللي 1 1 1 2 2 2 3 3 3، فهنا لو تلاحظوا هي الأس للمصفوفة اللي هي الA، الB مجرد الأس لنفس العنصر اللي يقابله، فهذه ممكن. لكن مش معقول نعمل A باور B والB عبارة أصلا عن مصفوفة، مش ممكن. اوكي، السلايس أنا بعمل لها شير، أنا خايف من الوقت ولأنه في أشياء مهمة بالأخير، فاستميحكم عذرا ممكن ما طبقش بعض الأشياء. بعد السلايس ممكن بسهولة تستخدموها سواء بالأوكتاف أو لو نزلتوا الماتلاب. البيلت إن فانكشنز، في a lot of built in function. كلمة built in functions معناها موجودة ضمن الماتلاب، ما تحتاجش إنك تعمل لها أي implementation، ما تكتب لهاش أي كود، مجرد تستخدمها فقط زي الساين، الكوساين، التان، التان إنفرس، الساين إنفرس، اللوج، الأبسوليوت، أنجل، سكوير روت، round, floor, and so on. في كثير مثل max, min, mean, median. كل الأشياء، يعني huge number of built-in functions موجودة في الماتلاب، وهذا قوة، يعني جمالها وقوتها إنه موجودة أشياء كثيرة ما تحتاج إنك تبنيها، أنت تستخدمها مباشرة. okay؟ مثلا معانا هذه المصفوفة CLC، معانا W. اوكي، اريد اعرف الاكبر رقم داخل ال W،
فعندي امر ماكس ماكس، وبالتالي لو قلت ماكس للدبليو مباشره طلع لي 9 10 11 12. ليش طلع بهذا الشكل؟ لانه الدبليو عباره عن مصفوفه ثنائيه، مصفوفه ثنائيه، فطلع الماكسيمم في كل عمود، طلع الماكسيمم في كل عمود لما قلت له ماكس. لو رحنا لبعض اللغات الاخرى ضروري اسوي كود يروح على كل عنصر من العناصر وبالتالي ويقارنه مع العناصر اللي قبله عشان يطلع لي في الاخير ايش هو الماكسيمم. تمام؟ طيب انا اريد الماكسيمم بالمصفوفه بشكل عام، بشكل عام، فممكن اكتب ماكس اوف ماكس اوف دبليو نقص عندي اوكي ماكس اوف ماكس اوف دبليو، يعني ماكس دبليو اللي طلع لي اكبر رقم في كل عمود وحطه على شكل مصفوفه، جيب الماكس تبعه وبالتالي طلع 12 مره اخرى سي ال سي. عندي هذه الدبليو مصفوفه 4 3 في 4 تمام، اريد الماكس اكبر رقم في المصفوفه. لو كتبت ماكس دبليو راح يطلع لي اكبر رقم في كل عمود، اكبر رقم في كل عمود. لكن لو عملت طيب اوكي انا ممكن اطلع بهذا الشكل، بعدين اقول له ماكس، لو تلاحظوا معي كلمه انسر او اي ان اس، ايضا اي ان اس يعتبره انه متغير. نروح على اليمين اي ان اس اعتبره في الورك سبيس انه متغير اوكي. فاقول له ماكس للانس فطلع 12 اللي هو اكبر رقم اصلا 12، او اكتب مباشره الناتج اللي راح يطلع من الماكس الاول هذا احطه في متغير equal q، وبالتالي ال q عباره عن 9 10 11 12 اللي هو اكبر رقم من كل عمود. بعدين اقول له ماكس للكيو اللي هو رقم 12، او مباشره اقول له ماكس للماكس تبع الدبليو. انا انسى اقفل القوس اوكي تمام، ماكس للماكس تبع الدبليو اللي هو 12. وايضا ممكن اقول له ار يساوي ماكس للماكس تبع الدبليو، يعني الاكبر رقم اخزنه مباشره في متغير ار. وايضا هذا الكلام بالنسبه للمين اند سو اون، للمينيمم او طيب لو قلنا مين اللي هو للدبليو اللي هو بيكون اصغر رقم اللي هو واحد اصغر رقم في كل عمود، او مين للمين للدبليو اللي هو رقم واحد. اوكي هذه الأوامر كلها بسهولة ممكن نبحث عنها أو نعرفها، بس نكتب مثلا help max وراح يعطيك بعض الأمثلة كمان. هذه الماكس largest component ويشرح لك كيف وإيش يرجع. مثلا لو بحثنا عن هذا الماكس شوفوا هنا مثلا help عن function max، وهذا الجميل في الماتلاب إنه الهلب تبعه واضح جدا. max is raw factor containing maximum element from each column. لو الاكس عباره عن 2 dimensional او more than 1 dimensional يطلع الماكسيمم element for each column. تمام؟ هنا return the index of the maximum value in the factor i. factor i or matrix i. يعني لو حبينا نعرف موقع اكبر رقم، يعني اكبر رقم كم وموقعه فين، فهو ايضا هذا الواي يطلع الموقع. يعني الفانكشن هذه عندها اكثر من قدره، قدرتها انه تطلع الرقم الكبير فين وتطلع ايش هو وايش تطلع موقعه كمان وتطلع موقعه. طيب نقرب هذا الامر. طبعا احنا المصفوفه تبعنا اسمها دبليو او اسمها كيو كيو اوكي. لو قلت له واي و ممكن اعطيه اي رمز اللي هو اللي راح ينخزن فيه
ايش قصدي بالواي؟ الواي راح ينخزن فيه الاندكس تبع اكبر رقم، يعني الموقع تبع اكبر رقم اللي هو المفروض يطلع رقم 4. الاي اللي هو قيمه الماكسيمم اللي هو المفروض يكون رقم 12. اوكي ها الاول واي ريتينز اندكس. اوكي اوكي الواي يطلع الرقم الكبير والاي يطلع الاندكس او المكان. فالواي عباره عن اكبر رقم هو 12 وموقعه فين؟ رقم 4 في المكان الرابع، في المكان الرابع. اوكي خلونا اغير المصفوفه كيو، ازيد عنصر هنا، ازيد اخلي هذه 90. اوكي كيو اوكي واعيد نفس الكود. فالاكبر 90 والموقع الاول، اكبر 90 والموقع الاول تمام. فكل فانكشن لها اكثر من امكانيه. بالهلب ممكن تكتشف كل قدرات كل بيلت ان فانكشن. لاين سبيس هذا امر جاهز ايضا اسمه لاين سبيس. هذا معناه هنا لما استخدم هذا الامر، زيرو معناها البدايه تبعي، تو اللي في النص معناها الستيب، الستيب الاخر واحد اللي هو الاند. فعندي من صفر الى عشرة، لكن الستيب 2 تايم باي، الباي اللي هو 3.14. فالزياده بتكون بهذا الشكل، يعني الفرق بين الاول والثاني اللي هو هذا المقدار، الستيبس بين الاليمنتس بهذا المقدار. اوكي لاين سبيس ممكن تبحثوا عنه في الهلب. على فكره مش شرط تكتبوا الامر كله، يعني هيلب ال اي ان، اضغط تاب بالكيبورد، اضغط تاب مره ثانيه ال اي ان، اضغط تاب، نضغط تاب ولين بعدين ممكن ننزل نبحث عن الامر اللي اشتيه يعني. اوكي لو عندي كمان حرف زياده اس بي، واقدر انزل واحصل الكومنتس يعني بالتاب، يعطيك قائمه او الدروب منيو ممكن تشوف الكومنتس. اوكي هذا يعمل لينير سبيس فاكتور. اوكي ممكن انه نستخدمه لتوليد جنريت ان بوينتس بتوين اكس اند اكس 1 اند اكس 2، بحيث انه يعني generating some random values or generating values from x1 البدايه x1 والنهايه x2. اوكي لو عندي هذا الماتريكس A، اخذنا قيمه اخذنا الساين لل A، معناها الساين لكل قيمه في ال A. لما يكون معنا ال value عباره عن ماتريكس، المتغير عبارة عن ماتريكس فيها أكثر من عنصر، فمثل اللي حصل أثناء لما جمعنا وطرحنا مباشرة يطبق على الكل. فأيضا أي فانكشن يطبقها على الكل. فساين A هنا، ساين A معناها ساين لكل عنصر موجود في الA، لكل عنصر موجود في الA. جيب الساين ساين فانكشن لكل عنصر الموجود في الA. أوكي okay. هلا احنا نختار مثلا CLC. في عندي حاجه اسمها راند 15، راند اللي هي راندوم فاليوز. اوكي ممكن اختار 5 في 5، 10 في 10، هذه راندوم فاليوز من الصفر الى الواحد تمام. ف مثلا هذا الشكل، ثم البي عبارة عن ساين للA، هذا ساين للA. اوكي ممكن بعدين اعمل رسم للA والبي، طلع بهذا الشكل. اوكي هذه رسمة ما بين الA والبي. اوكي طبعا القيم متقاربة جدا، فطلع خط
مستقيم بهذا الشكل. اوكي، فعندنا كمان بعض الماكس من مينيمم براو سام لين السم. السم كمان امر كويس. اوكي، الكيو لو عملت سم للكيو معناه كأنه أقول له اجمع كل الأرقام اللي داخل الكيو. سم للدبليو سي سي هذه الدبليو، لما أقول له سم للدبليو فالتعامل معهم على أنهم كونهم two dimension، فالتعامل معهم على أنه كل واحد على أنه سط عبارة عن فكتر، فيجمع كل واحد على حدة. ممكن تعمل generate. yes yes you can. فالآن لو أقول له sum للsum of w هذا المجموع النهائي، مرة ثانية clc هذا w، لو أقول له sum للsum عبارة عن 78 okay. أخ قصي لو okay. مثلا الـ A عبارة عن random 5 في 5. اوكي، الاخ قصي يريد سوري ما بين ال 03 as اوكي 2 digits only. yes can ممكن كمان باستخدام الراندم، ممكن باستخدام الراندم انه نكون ال الراوند. مشكلتها ممكن تطير ال فلور معنا فيكس، مش مشكلة أخو صيب، ممكن بس تتواصل معايا بالإيميل وأنا أحل لك المشكلة هذه إذا عندك مشكلة بهذا الشكل. تمام؟ أوكي. اللينت، اللينت هو يعطيك حجم المصفوفة، وهذا جدا مهم لأنه مثلا لو فرضنا إنه معانا إنه معانا صورة أو إشارة أو أوديو. اوديو الصورة عبارة عن 2 dimensional array، الصوت عبارة عن 1 dimensional array، فأريد أعرف حجم المصفوفة أو اللين تبع المصفوفة. فعندي الكيو، عندي اللين تبع الكيو اللي هو 4، عشان يعني أنت مش عارف بالضبط كم حجم الماتريكس تبعك أو الفكتر تبعك، فبستخدم أمر لين فهو يطلع حجم. يعني لو عندي صوت عبارة عن فاكتر 1 فاكتر 1 رو فاكتر اري، فمش عارف كم حجم هذا الفاكتر، فنستخدم امر لين عشان يجيب حجم الفاكتر مباشرة. اوكي، بالمقابل عشان اعرف حجم لو عندي 2 dimensional array استخدم سايز. السايز طلع لي كم عندي رو كم عندي كولوم، الرقم الاول رو الرقم الثاني عباره عن كولوم. الجميل في الماتلاب عكس بقيه اللغات او اللغات القديمه انه لو معانا مثلا هذه المصفوفه السي والجافا من البدايه يحتاج انك تحدد كم حجم المصفوفه، وبالتالي ما نقدرش بعدين نوسعهم. في بالجافا في اضافوا حاجه اسمها اري ليست، ممكن إضافة بعض العناصر، بس الأرية العادية لا. لا في الماتلاب ممكن، احنا الآن معانا مصفوفة عبارة عن W عبارة عن 3 أسطر في 4 أعمدة، أنا ممكن أزيد بعض، ممكن أضيف عمود سطر رابع وخامس، ما فيش أي مشكلة. السطر الرابع كل الأعمدة
هذا الشكل مثلا. الآن أنا أضفت سطر جديد، سطر جديد في المصفوفة الأولى، أربعة معناها السطر الأول، السطر الرابع، النقطتين فوق بعض معناها كل الأعمدة، وحط حطيت أربع قيم. طبعا ضروري أحط نفس عدد الأعمدة ولا بيكون عندي مشكلة. طيب حبيت أضيف عمود جديد W كل الأسطر، سطر الخامس equal بيكون معايا 2 2 2 2 مثلا. الآن ضفت كمان عمود جديد مصفوفة، أصبح المصفوفة تبعي لو أعمل سايز أصبحت 4 في 5، خلوها نخليها 5 في 5. هنا زاد معانا عنصر جديد، وبالتالي كمعناها المفروض يكون معانا أوكي، فأصبحت حجمها 5 في 5. هذه القدرات مش موجودة في بعض اللغات مثل الماتلاب. أوكي. ممكن هذه كلها ممكن تجربوها هذه الأوامر، والهلب واضح جدا وما فيش أي مشاكل إن شاء الله. الراندم بهذا الشكل قد شرحناها، أمر الراندم. الإنفرس عبارة عن مقلوب المصفوفة. أوكي، ندخل شوية بالبلوتينج بالداتا فيجواليزيشن. الرسومات بالماتلاب حلوة جدا، في عنده إمكانيات كبيرة. طبعا الآن إمكانيات البايثون في الجرافيكس بالداتا فيجواليزيشن أكبر، لأنه البايثون مور إن داتا ساينس، بتظل قدرات الماتلاب حلوة مش سهلة يعني، قد تكون كافية. لو عندي X وعندي Y أقدر أعمل رسمة الـ X مقابل الـ Y بأمر واحد اللي هو plot. أوكي. إيش كمان هنا قبل ما أروح لهنا؟ أوكي. اوكي، وراح امسح هذا الكلام كلير. اوكي هنا كلير سي. معي مصفوفه مثلا اكس من 1 الى 10، والواي عملتها راندوم فاليوز من 1 الى 10، والواي 1 راندوم فاليوز من 1 الى 10. اوكي، فبعدين رسم اريد ارسم الاكس مقابل الواي والاكس مقابل الواي 1 هذا الشكل. عندي شكلين، عندي مصفوفة X أولا، هذه مصفوفة X من 1 إلى 10، والY اخترته random values من 1 random values، والY1 random values 10 قيم كمان. بعدين رسمت X مقابل الY، راح أوكي أعيد X للY فقط، هذا X للY، X للY1، هذا X للY1. ولو حبيت أرسم الاثنين مع بعض هذا X للY1 للX للY والX للY1 مع بعض، وتلقائيا يتم اختيار لون مختلف لكل واحد. اوكي، ف اوكي ممكن ارجع هنا اختار هما. ايش هذا الكلام؟ هذا معناها انه اريد الواي جرين، الكي الواي 1 بلاك،
النقطة الخطين هذه الستايل تبع اللاين، والستار هو الستايل تبع اللاين. فلو عملت شير للفيجر هذا هو الفيجر، معناه تحكمت بالشكل بالفيجر اللي طلع لي عن طريق بعض الأوامر اللي تتعلق بالبلوت. أنا اخترت الأول جرين وشرطتين جنب بعض، والثاني بلاك وعبارة عن ستارز. اوكي، هذه الأشياء شير سلايدز. اوكي، هذه سلايدز. هنا في معنى اتريبيوتس فور بلوت، في عندنا كالرز معينة، في عندنا لاين ستايل، وفي عندنا الماركرز او الماركرز تبعها اللي تختارها. وحسب الامر، فلما نختار الامر يعني نختار لما نختار الستايل اللي نريده، الماركر اللي نريده، اللون اللي نريده، فالاكس اللي هو اكس اكسس، بعدين اللي هو واي اكسس، والستايل المطلوب. طبعا هو تلقائيا المتلب لو معك اكثر من لاين مباشرة يعمل different coloring، different color, different style of the line. But ممكن تعمل customize وتختار الشيء المناسب لك. Okay؟ لو حبيت انك ترسم كل واحد في الان، مثلا لو طبقنا هذا الامر plot x y1، بعدين عملنا plot x y2، مباشرة راح يعني ينفذ الامر الثاني فوق في نفس الفيجر تبع الامر الاول. اوكي، لكن احنا الان هذا الكلام لو حبيت اعمل فيجر ثاني راح اكتب فيجر بلوت اكس واي. لو تركزوا معي في التايتل تبع الفيجر الاول اسمه فيجر 1، فيجر 1. الان انا بنفذ مره ثانيه هنا، بس عملت قبلها كلمة فيجر كأن أقول له اعمل لي فيجر جديد. اوكي، ف فيجر 2، هذا فيجر 2 أصبح اسمه فيجر 2، أو عملت فيجر آخر فيجر 2، بينما الفيجر الأول موجود ما زال معي، هذا فيجر 1 فيها ال 2 كيرفز، لكن عملت فيجر آخر فيه السكند كيرف اللي هو واي 1. اوكي، فكلمه فامر فيجر لوحده كانه يقول كانك تقول له اعمل لي فيجر اخر، اعمل لي فيجر فيجر جديد. اوكي، بالنسبه لل 3 ديمنشنال فيجواليزيشن او داتا فيجواليزيشن، الماتلاب عنده ايضا قدرات هائله. ممكن في عندنا مش جريد، ممكن نستخدم يعني الماتلاب يكون اشكال ثلاثيه الابعاد، ويحتاج انه يكون واحد متخصص في الموضوع حسب الداتا اللي معك. ممكن ان واحد يرسم هذه الاشياء. بعمل لها سكيب هذه النقطه. اوكي، مش عارف كيف الوقت يا شباب، الوقت اوكي ولا الاخ هاي الاخطاء؟ خذ راحتك دكتور. شباب بيناموا بعدين. خذ راحتك يا دكتور، مو بشي مشكلة، خذ راحتك. الشيء المهم انه الان بعد الكلام اللي عملناه، انه لو تلاحظوا انه كتبنا كل الكلام اللي الكود اللي نفذناه كله موجود في الكوماند ويندو، لكن لو مثلا عملت شيء مثلا بهذا الشكل، او كتبت او غلط مثلا كتبت كذا، فكل شيء موجود في نفس المكان، يعني الكود الاخطاء كلها موجوده في نفس المكان، وهذا كلام مش منطقي. يعني الكوماند ويندو لما نكتب بيه كود خفيف، شيء على السريع، معادله، حاجه بسيطه، لكن لو تحب تعمل كود، تعمل بروجكت، تعمل كود كبير، فنحتاج يكون في مكان اخر، بحيث انه هذاك المكان فقط للكود، التنفيذ بيكون في الكوماند ويندو، او الناتج يطلع في الكوماند ويندو. فهنا شيء مهم جدا اللي هو نسميه ام فايلز، الام فايلز بالماتلاب، لانه الاكستنشن تبع الفايلز ام دوت ام
فسميناها M files. اوكي فالاكستنشن تبع الماتلاب دوت M وهذا اللي هو ال M files من نيو سكريبت. من نيو سكريبت مرة ثانية هنا نيو سكريبت كليك هذا الملف اكتب فيه كل الكود اللي اريده. انا اكتب مباشرة هذا الكود. اوكي هذا الكود انسخه هنا واخزنه تحت اسم او حتى قبل ما اخزنه لو حاولت انفذه يرفض لانه يقول لي اخزن اولا. اوكي plot test plot 2 اوكي فانخزن امسح اللي عندي فالان كونت ملف او ام فايل اكتب فيه الكود اللي اشتيه وكل مره اشتي اقرب انفذ يعني انفذ من هنا اضغط انا فاتح الملف اضغط فيتنفذ مباشره. الان تنفذ وطلعت لي الناتج لو تشوف الفيجر تحت. خلونا اقفل الفيجر الاول. اوكي الان مجرد ما ضغط هنا يتنفذ وهذا هو الناتج. معناه هذا الكلام معناه انه نكتب الكود في ملف خاص داخل الماتلاب يسميه ام فايل. هذا هو الكود كتبناه تمام. وبعدين وانا فاتح الكود اضغط اف 5 او اضغط رن فيتنفذ الكود مباشره. اللي يظهر عندك في الكوماند ويندو فقط اسم الملف ولو في تنفيذ لو في عندنا اي رقم اي شيء بيطلع اي ناتج بيطلع هنا في الكوماند ويندو. مثلا لو قلت له sprint f عشان بس تشوف انه تم التنفيذ. done عشان بس اشوف انه تم التنفيذ done. اوكي في الكوماند ويندو ما عندناش اي مشاكل فقط يطلع الريزلتس الكود يعني عدلت عليه زيدت عليه ماش عندنا اي علامات اخطاء اي مشاكل. فالكود مخزون في مكان واحد والتنفيذ مباشرة من هذا المكان تمام. ممكن تنفيذ من هنا من run ممكن تنفيذ من F5 وممكن اعمل كلوز لهذا الملف واعمل كلير هذا الملف ماي هذا هو ماي بروج لا تست هذا الملف فمجرد ما اكتب اسمه فقط تي اي تست بلوت 2 بس اكتب اسمه في الكوماند ويندو راح يتنفذ اللي جوا. بس اكتب اسمه فقط مره ثانيه لو اكتب اسمه وانفذ كليك فيتنفذ اللي داخله. لو انت تشوفوا الفيجر فظهر الفيجر مباشره. فهذه طريقه هذه اهميه الام فايل. ممكن نكتب الكود بالضبط فنكتب الكود في ملف الملف تابع الماتلاب نكتب الكود كله. طبعا لما يكون معنا بروجكت او شيء يكون معنا اكثر من يعني لاينز كثيره 100 لاينز اند ابوف. ف الماتلاب عباره عن انتربريتر وبالتالي انتربريتر معناها انه يمشي على كل خط على كل كوماند. المبرمجين فاهمين هذا الكلام اللي يشتغلوا برمجه والكمبيوتر. الانتربريتر معناه انه لو عندي اكثر من كوماند مثلا هذه الكوماندز ينفذ الكوماند الاول يروح على الثاني اذا ما فيش اي مشكله ينفذه يروح على الثالث اذا ما فيش اي مشكله ينفذه يروح على الرابع. هذا الانتربريتر. كومبايلر لا الكومبايلر في لغه برمجه كومبايلر انه يمشي يشيك كل الاسطر في الكود لما يشوف انه كلها ما فيهاش مشاكل يطلع الناتج. الانتربريتر لا
يروح على اول واحد ما فيش مشاكل يطلع الناتج، يروح الثاني ما فيش مشاكل يطلع الناتج، وهكذا. اوكي، فلما يكون معنا كود كثير لاينز كثيره يعني، فراح ينفذ ويمشي على ستيب باي ستيب، فان كل شويه الريزلتس او الاوتبوت تبع الكود يظهر في الكوماند ويندو هنا، الكوماند ويندو هنا. فهذه اهميه الام فايلز، ما فيش داعي نكتب الكود اني مور في الكوماند ويندو، نكتبه بالام، نعمل ام فايل، والام فايل مجرد تكتب اسمها او تفتحها وتعمل رن مباشره خلاص يتم التنفيذ. طبعا عشان اكتب اسمها اكون ضروري في نفس الكرنت فولدر اللي تكلمنا عنه مسبقا، يعني انا لو انا مش في هذا المكان، يعني هذا الكرنت فولدر اشوف التكست دو اندرسكور بلوت 2 اذا مش موجوده هنا ما راح تتنفذ. اوكي، ما راح تتنفذ لو مش موجوده هنا، ما راح تتنفذ. لو اغير اسمها بس مثلا 1 اوكي، واريد انفذ هذه يقول لي مش موجوده، يعني يقول لي انت ايش قصدك، did you mean، يعني ممكن اعطيك suggestion على الاسماء المشابهه، هل تقصد الملف هذا؟ فهو صحيح نفس الملف. اوكي، الام فايلز اكشولي وي هاف تو تايبس، اللي هو سكريبت، اللي مثل ما عملنا الان، عملنا مجموعه من الكومنتس، كولكشن اوف كومنتس كان بي اكسكيوتد وين جاست ران، when we click F5 it will be executed. أو function، ال built-in function لو تذكروها مثل sign، max، minimum، so on، هذه موجودة بالماتلاب، لكن ممكن نحن نعمل our own files. Our own files بحيث إنه ال M file ما يكون بس مجرد إنه مجموعة lines، لا يكون function. ال function فكرتها إنه الاسم الفانكشن يمكن استدعاها من اي مكان، من اي مكان احنا نعرفها user defined comments and normally has input and output and also can be saved should be saved as .m. اوكي okay؟ يعني احنا نعمل ال يعني لو قبل شويه لو تذكرون امر ماكس، ماكس عباره عن ملف داخل الماتلاب، لو اعمل edit max بتشوف الكود، هذا الكود تبع الماكس، هذه built in function انا ما اقدرش اغيرها، بس هذا الكود تبع الماكس. هذا ال 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 هي قد تكون hidden لان اغلبها يبنوها بالسي، بالسي بلس او بالسي داخل الماتلاب، بس في بعض الفانكشنز يمكن تشوف الكود اللي داخلها. هذه عباره عن function، احنا ممكن نسوي الفانكشن تبعنا ونستدعيها من اي مكان، يعني الان قبل شويه كتبنا ماكس مثلا، احنا ممكن نسوي مثلا فانكشن اسمها ماكس 2 بالماتلاب، مش موجود فانكشن ماكس 2 مثلا، لو ماكس 2 اللي يطلع مش اكبر رقم، يطلع اللي هو ممكن نقول الرقم اللي قبل، مثلا لو معنا 10 9 8 ماكس 2 ما يطلع ماكس، يطلع العشرة، لا انا اريد يطلع اللي هو اكبر رقم بس مش الاكبر اللي قبله، التسعة مثلا. هذه فانكشن مش موجوده في الماتلاب، مش موجوده. ممكن تسوي انت فانكشن ماكس 2 مثلا، تسوي فايل ام فايل ام فايل، وتسوي فانكشن اسمها ماكس 2، تكتب الكود اللي يطلع لك اللي هو الرقم اللي مش الاكبر اللي قبله، والكل بعدين نستخدمها، يعني ممكن تحطها في الانترنت او شيء. اوكي، ففين هذا الكلام؟ في معانا حاجه اسمها فانكشن نيو، عندنا فانكشن هذا او نفس، اوكي قبل ما اروح هناك نيو فانكشن، لو تلاحظوا معي هنا انه في معانا امر اسمه فانكشن وهذا اسم الفانكشن. اوكي، ممكن اسميها ماكس 2، وهذا الانبوت ارجومنت، هذا اللي هي لو تذكروا معي ماكس دبليو، قبل شويه عملناها. اوكي، الدبليو هو الموصوفه اللي راح نبحث فيها عن الماكس، وبالتالي معانا انبوت داخل للفانكشن ماكس، هذه ماكس عباره عن بيلت ان فانكشن،
في input راح يدخل الفانكشن اسمه W، فيه قيم، فيه عناصر. هذا الانبوت ايش الاوتبوت؟ اللي هو قيمة الماكس. بالتالي ضروري يكون معنا في اي فانكشن دعانا انبوت سواء واحد او اثنين او ثلاثة، ممكن هذا ننسخه، او باختصار ممكن نسميه مثلا نعمل له اسم X Y Z W. لما اقول كذا معنا عندي اربعة inputs مفروض تدخل للفانكشن هذه. بالنسبة للماكس 2 مثلا عندي input واحد، okay. كم output عندي؟ output واحد اللي هو قيمة السكند ماكس، okay. سكند ماكس مثلا سوي بس كلمة out. ليش طلع علامة حمراء هنا؟ لأنه عندي هنا two values. ليش؟ أنا الآن ما أقول له max w أو max two للw، هذه قيمة الw بتروح للfunction تبعي، راح تحل محل x. عشان أسهل الموضوع خلونا أعمله هنا w كمان. لما أقول له max w، أوكي x يساوي w يساوي 3 7 1 9 12 8 مثلا، هذه منصوبة W. لما أقول له max 2W، الآن احنا بنسوي function خاصة اسمها max W max 2، قيمة ال W راح تروح للfunction لهنا، بتحل محل ال W هذه اللي داخل الfunction. مفروض الآن داخل الfunction هذه راح أتعامل مع المنصوفة W، فW هذه تصبح W، وهذه كمان كلها تنتسح. فعندي هنا أهم حاجة W الآن اللي هي قيمتها 3 7 1 9 12 8. فإيش راح أعمل فيها؟ راح أطلع اللي هو ثاني أكبر ماكسيمم، مش الأول، الثاني. كيف؟ طيب إيش الفكرة راح أحصل عليها مثلا؟ إيش كيف أسوي؟ مثلا لو طلعنا قلنا ماكس للW كم يطلع؟ يطلع أكبر رقم، إحنا ما ننسيش أكبر رقم. في معانا أمر اسمه sort اللي هو رتب. لو قلت sort W، نروح نرجع للكوماند ويندو، sort W رتبها تنازليا، تصاعديا، اوكي، تصاعديا من واحد الأصغر للأكبر. فلما أعمل له هنا sort W، فمعناها لو قلت هنا equal W، معناها راح يكون معانا مصفوفة جديدة اسمها W، بس الأرقام راح تكون مرتبة بحيث من أصغر للأكبر. طيب وين ثاني أكبر رقم؟ في أي موقع؟ مش في الموقع الأول ولا الثاني، الثالث، الرابع، الموقع اللي قبل الأخير. هنقدر نعمل catch لهذه الفاليو اللي هي موقعها كم؟ موقعها كم؟ لينت ماينس 1. انا مش عارف كم اللينت تبع الدبليو، مش معقول اقول انه واحد اثنين، يعني احدد رقم معين، انه ممكن الدبليو تكون قيمه، يعني قيمه مختلفه، الطول تبعها مختلف، اوكي. ف اوت ايكوال دبليو لينت نجربه بس هنا، طلعت القيمة 12، لو قلنا W minus 2 طلع 9، okay. ليش؟ لأنه هو يعد من أول رقم، 1 2 3 4 5 6 6 عناصر. فالموقع 1 2 3 4 الخامس، ليش بعد الشكل؟ اوكي اللينت لينت W اللينت، اوكي خلينا نجرب لينت
ستة. ف لو قلت W للسادس كم يطلع؟ الدبليو الجديدة خمسة. حسب ال اوكي اوكي هنا وان صحيح. فايش اللي عملته الان في الفانكشن؟ عملت سورت للدبليو، عملت سورت للدبليو ترتيب من الاقل للاعلى، وبعدين اخترت عملت امر لينت لان انا مش عارف كم طول المصفوفه تبعي، كم طول المصفوفه تبعي، فعملت اللينت. لينت دبليو بيكون راح يشوف كم حجم المصفوفه وناقص واحد لانه اخر رقم، يعني هذا 1 2 3 4 5 6 طولها 6، فاخر رقم اكيد راح يكون الاكبر قيمه لانه احنا عملنا لها سورت ترتيب من الاقل للاعلى. فانا مش عاوز اكبر رقم، عاوز اللي قبله اللي هو سكند ماكس، سكند بيجست نمبر، فناقص واحد، فمعناه الموقع اللي قبل الاخير، قبل الاخير الموقع اللي قبل الاخير اكيد راح يكون فيه اللي هو السكند بيجست نمبر، ف دبليو. وبالتالي هنا دائما راح يكون حسب الاندكس هذا راح يكون قبل يعني الرقم اللي قبل الاخير، موقع الرقم اللي قبل الاخير. لما اكتب اسم الماتريكس معناها قيمه الرقم اللي قبل الاخير يساوي اوت. ليش عملت يساوي اوت؟ لانه عندي هنا هذا اللي هو الاوتبوت، هذا الاوتبوت، فضروري هنا المتغير يساوي هذا المتغير. خلاص انت انتهى الموضوع، كيف فارزه منقوطه تختفي. وبالتالي هنا CLC clear. قبل ما اخلص ضروري اخزن هذه الفانكشن تحت نفس الاسم هذا. ليش؟ لانه بعدين لما استدعيها راح اكتب اسم الفانكشن فقط اللي هي ماكس 2، اعمل خزن. حتى لما اعمل خزن مباشره يظهر اسمها ماكس 2. اوكي ماكس 2، او خلونا اغيرها الى انه في معايا فانكشن اسمها ماكس 2 سكند. اوكي لو عملت بهذا الشكل راح يظهر العلامه هنا انه في مشكله، لانه ضروري يكون نفس الاسم، اسم الفانكشن ضروري يكون اسم يعني اسم الفايل، اسم الفايل هنا ضروري اسم الفانكشن، اذروايز يظهر خطا. طيب الان اعمل راند. اوكي ايكوال راندوم 1 إلى 7 وأضربها في 100 هذه الأرقام. أوكي هذه الأرقام أريد أطلع. لو قلت أريد ماكس للإكس بيكون 73.634 وين هو 73؟ هذا أكبر رقم. لا أنا أريد سكند ماكس ومش موجود في الماتلاب، بس أنا سويت فانكشن اسمها سكند ماكس، فهذه للإكس اللي هو طلع كم؟ 70.4. هل هو صحيح أو لا شباب؟ 37 70 73 70 هو سكند ماكس. يعني ممكن تسوي أنت الفانكشن تبعك ولما تستدعيها تستدعيها فقط باسم الفانكشن، وبالتالي ضروري يكون اسم الفايل نفسه اسم الفانكشن وأنت واقف على نفس المكان هنا الكرنت فولدر نفس مكان الفانكشن، اذروايز مش ممكن تنفيذ هذه الفانكشن. تمام؟ الانبوتس فاليوز ضروري يكون متساوي. يعني الان هنا مثلا احنا معانا ندخل لهذا الفانكشن متغير ماتريكس واحده اللي هي اكس، طبعا اكس هنا داخل الفانكشن يتحول اسمها واي مش مشكله، لكن لو مثلا لو عندي اريد اسوي كالكليتر بسيط، اسوي فانكشن عباره عن كالكليتر بسيط، حاسبه بسيطه تجمع رقمين تقسم رقمين وهكذا مثلا. ف
اول شيء راح اسوي new function وهنا اسميها مثلا calculator to numbers، وبالتالي بيكون معي النمبر الاول x، نمبر الثاني مثلا y، وعندي z اللي راح يكون ايش العلامه اللي هي بلس ماينس ديفيجن اند سو اون، وعندي بس ناتج واحد، وبالتالي الاوتبوت عباره عن 1 اوتبوت. هنا راح امسح هذا الكلام ما احتاجوش. طيب اخزن نفس الاسم، ضروري نفس الاسم. طيب الان عشان انفذ هذه الفانكشن كلير سي الز كلير اوكي، المفروض يكون معايا رقمين سواء 5 3، واعمل مثلا علامه ماينس بهذا الشكل اوكي. هو الان ما طلعش اي ناتج، بس ما طلعش اي خطا لانه في معنا فانكشن بنفس الاسم، بس هذه الفانكشن فاضيه ما فيهاش اي شيء داخلها فما طلعش اي خطا. طيب المفروض لما اكتب 5 و3 الاكس هنا اخذ قيمه 5، الواي اخذ قيمه 3، والزد اخذ قيمه علامه الماينس، بس ما فيش اي قسم في الفانكشن، ما فيش اي كود، وما نفذش اي شيء. ايش اعمل؟ مفروض هنا استقبل الارقام واستقبل العلامه واشيك، بحتاج استخدم الاف كونديشن في حاجه اسمها اف كونديشن، في حاجه اسمها سويتش، السويتش كيس، بحيث انه اشيك الاوبريتر اللي جاي بقيمه الزد، وعلى ضوءه اسوي الكود تبعي اوكي. باختصار اوكي، انا ممكن هنا عندي كود جاهز اوكي، عملت فانكشن اسمها كال كالكوليشن او كال نمبر 1 نمبر 2 والساين، بعدين اجي اشيك الساين اللي راح يجي، اللي راح يجي هنا اوكي. اذا كان في عندنا امر اسمه سويتش كيس، سويتش للساين معناه انه شيك قيمه الساين. طبعا الفاريبلز ممكن يكون عباره عن علامه، هذه العلامه ما دام محصوره بين سنجل كوتيشن نسميها كاركتر تمام. زي مثلا لو قلنا زد يساوي مثلا تي، كاركتر اسمه تي، ممكن يكون زد يساوي ماينس، ممكن يكون بلس، ديفيجن اند سو اون. فممكن نقارن بين قيمه الفاريبل اللي هو نوعه كاركتر وداخل الكود تبعنا. فمثلا سويتش ساين معناه شيك هذه الفاريبل اللي اسمه ساين، كيس بلس معناه هل يعادل علامه بلس، اذا اوكي اذا صحيح اذا ترو يدخل هنا ينفذ هذا الامر. فنمبر 1 بلس نمبر 2 يروح للانسر. اذا كيس لا، اذا كان هذه العلامه تعادل السطر الثاني، يعني في كل مره راح يكون معنا عباره واحده ترو، عباره واحده فقط ترو. للاسف ما فيش وقت نشرح بالتفصيل حكايه السويتش كيس والكونديشنز واللوبس، بس الشاهد انه في السويتش كيس دائما عندنا عباره واحده ترو، والقيمه اللي معانا تكون مقابل السويتش، والكيسز معانا ديفرنت كيسز بس اونلي وي هاف وان تايم وان كيس ترو اوكي. فلو قلت الان هذا الامر كالكليت او كالك 1 2 واعمل له العلامه مثلا ماينس، هذه الفانكشن تبعي لو اضغط انتر يطلع الناتج. ليش؟ لان الواحد راح يروح لنمبر 1، 2 راح يروح نمبر 2، الساين علامه الماينس بتروح للساين. الان سويتش ساين يقارن هل هو جمع؟ لا. هل هو طرح؟ نعم. فالانسر يساوي 1 ماينس 2، 1 ماينس 2 اللي هو ماينس 1، يضطر يقارن مش ايكوال، ينزل كمان يقارن وبعدين يخرج للاخير. ممكن الامر اضيف له فاريبل في البدايه A يساوي
مثال 5-8-star بهذا الشكل. الاي صار 40، ولو عملته بدون اي ايضا ينفذ، لانه الماتلاب يعطيك متغير دايركت اسمه انسر، طلع الناتج 40. فالان عملنا فانكشن اسمها كالك او كالكوليتر، وتجمع بين رقمين او تسوي أوبر يعني تعمل كانه كالكوليتر بين تو نمبرز بناء على الاوبريشن اللي نستخدمه. اوكي طولنا عليكم شباب كثير. هذه الان فايلز مهمه جدا، الفانكشنز مهمه جدا، تسهل العمل. الان فايلز افضل انها دائما نستخدمها كفانكشنز مش كسكريبت، لانه في لو معايا مثلا الان انا الان معايا كود ثاني يعني فيست كود. اوكي مثلا الان انا فتحت كود ثاني مثلا هنا، وممكن استخدم اي فانكشن موجوده، ممكن استخدم اي فانكشن موجوده. يعني لو عندك سكريبت صعب تستخدمه في فانكشن ثانيه، لكن لو عندك احنا نسوي الكود يعني الان انا عملت الحاسبه هذه كفانكشن، عندك كود اخر يولد ارقام مثلا او هذه الفانكشن اللي اسمها فيرست كود، فاريد استخدم الكالكوليتر هذه اللي عملتها. لو هي سكريبت، لو هي كود احتيادي مجرد لاينز في ملف في ام فايل، صعب تعملها كولينج هناك، صعب تستدعيها. لكن هي لو هي فانكشن بسهوله ممكن تستدعيها، يعني داخل كود اخر داخل فانكشن اخرى ممكن تستدعيها. مثلا اقول له اكس واي، حتى اسم الفانكشن يظهر. لو تشوفوا هنا اسم الفانكشن ما دام في نفس الفولدر، ما دام موجوده في نفس الفولدر هنا يظهر مباشره. يعني اقول له العلامه مثلا ستار كي وسميها زد هذه اعمل لها فارزه موجوده كمان. فعندنا كود اعتيادي او فانكشن ثانيه، وداخل الفانكشن هذه نستدعي فانكشن احنا بنيناها في مكان اخر في ملف اخر، ممكن استدعاها في اي لحظه. مثل هنا الان معنا اكس معنا واي، عملنا عمليه اكس بلس واي، نريد نستخدم تبع الكالكوليتر تبعنا، فنستخدم نكتب بس اسم الفانكشن اللي عملناه احنا. ممكن كم حجمها؟ اوكي الضرب صعب لانه ضرب مصفوفات، لكن لو عملنا جمع هنا 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 ملاحظه مهمه، انه لما عملنا ستار هو صح راح يضرب اكس داخل في واي، لكن للاسف الاكس عباره عن سطر واحد اربع اعمده، والواي سطر واحد اربع اعمده، اكس تايم واي ضرب مصفوفات مش ممكن الا اذا عدد الاعمده يساوي عدد الاسطر. تمام، احنا ما عملناش ضرب دوت يعني في الكود تبعنا هناك، هنا ما عملناش العلامه اللي هي دوت ستار، وبالتالي مش ممكن نستخدمها، لكن خلوها نستخدم بس الطرح الاعتيادي. نفذ صحيح تنفذ. هذه الزد لو تشوفوها هنا، هذه الزد عباره عن الجمع عبر هذه العمليه، والزد زد عباره عن نفذ الكود تبعنا. الزد زد نفذ الكود تبعنا راح على الفانكشن، و1 ماينس 5 ماينس 4 3 2 ماينس 6 ماينس 4 3 ماينس 7 اوكي ماينس 4 اند سو اون. اوكي طيب ما بكم اعتقد اخر شيء، بس في حاجه مهمه كمان حلوه اريد اضيفها لكم، اللي ممكن نتبع الكود خطوه خطوه. الان احنا لما عملنا ران طلع الناتج النهائي، لكن لو عملنا ممكن نتبع حاجه اسمها التنفيذ مرحله مرحله. اوكي خلونا امسح بهذا الشكل. اوكي راح اقفل النوافذ ما عدا هذا الكود.
في هنا علامة أرقام، راح أضغط ضغطة واحدة فيظهر لي عندي نقطة حمراء، هذه نسميها break points. break points أنفذ، فتلاحظوا إنه عندي سهم في أول سطر، هذا أول سطر. الآن لو ضغط continue راح يروح على السطر الثاني، وبالتالي لاحظوا معي على اليمين لو ضغط continue مرة ثانية قبل ما أنفذ أريد أمسح اللي موجود هنا على اليمين عشان يظهر عندكم تنفيذ. أوكي، في معانا هنا step مش continue. step معناها روح للأخير. step راح يروح السطر الثاني، فنفذ أول خط سطر اللي هو إكس 1 2 3 4 ظهر في اليمين. step ظهر الواي ظهرت باليمين، معناها الآن نفذ السطر الأول، نفذ السطر الثاني. الآن لو عملت له step بينفذ الزد، الزد يساوي x plus y، جمع x plus y طلع الناتج. في عندنا حاجة اسمها step in، معناها روح للفانكشن اللي قد يعني احنا الآن هنا معنا فانكشن اسمها calculator أو calc. اوكي، فلو ضغطنا step راح يطلع الناتج مباشرة، لكن لو ضغطنا step in راح يدخل داخل الفانكشن تبع الكالكليتر نفسها يورحنا الخطوات هناك. step in حتى لو الملف مش مفتوح راح ينفتح. step in تلاحظوا انه فتح معايا الفانكشن اللي هي كالكليتر، فتحت معايا لوحدها والمؤشر هنا. فعمل له step انزل الواحد خطوة انفذ، شوف ما عند الماينس وقفز الخارج لانه خلص المهمة. step يرجع لل الكود الرئيسي، لو عمل له step يطلع الناتج، لو عمل له step انتهى الكود. هذه اللي نسميها step by step. أحيانا يكون معانا سواء إنه ال output النهائي مش منطقي، أو إنه معانا يظهر error في مكان معين، فلما نعمل step by step نقدر نوصل للمكان اللي فيه خطأ ونفهم إيش المشكلة. أو أحيانا يكون الكود صحيح بس الناتج النهائي مش منطقي، فضروري نتبع، وكل مره نتبع نشوف في اليمين نشوف الاوتبوت، وبالتالي نعرف لو مثلا انه العمليه كانت جمع منها طرح بالغلط او سو اون، يعني نشوف انه ليش الاوتبوت تبعنا او النتائج مش منطقيه. اعتقد هذا اغلب شيء. في اوكي، هذا كلام كله ذكرناه. اوكي، هذه الفانكشن تبع ذكرناها. السلايدز موجودة وواضحة، أنا بعمل لها شير لشعط الشباب وإن شاء الله يرسلكم إياها على الـ على الـ والله. بالنسبة للمعادلات للأسف تشتي محاضرة الوحدة يعني، بس هو الآن بالنسبة لكم الموضوع سهل، مجرد بس المعادلة عبارة عن معادلة الخطية والغير خطية الX Y. فالقيم قيم الـ X وقيم الـ Y لما يتم تمثيلها، إذا هي بشكل مثلا يعني مش لينير، نون لينير غير خطية، فمباشرة لما تعمل بلوت، لما نسوي بلوت فمباشرة تظهر المعادلة إنها مثلا إنها سكند مش فيرست سكند أو تيرد، يعني يكون نون لينير أو شيء يعني. ايه بالضبط، ان شاء الموضوع اصلا يحتاج له شويه وقت يعني. هذه بالنسبه للجرافيكس، في معانا امر اسمه جايد، هذا لو نحب نسوي بعض الجرافيكس بس نكتب جايد، ونوعا ما الموضوع يحتاج شويه وقت. انا اعتقد انه الوقت متاخر. مع الصور هذه بعض الأوامر للصور، كونه احنا نتعامل مع مصفوفات، الصور عبارة عن مصفوفة ثنائية، إذا كانت صور أبيض وأسود، إذا كانت ملونة فيكون مصفوفة ثلاثية الأبعاد XYZ. وممكن التعامل مع المصفوفة كأنها يعني الإيمج، لما نحصل على مصفوفة نتعامل معها كأنها variables عادية جداً،
ما عدا انه يكون معنا اوامر خاصه للايمج كاظهار الايمج كغربله الايمج فلتره او انسون. هذا اللينك خاص بالهلب. الهلب مش طبيعي اللي موجود في الماتلاب بحيث انه حاجات عملاقه جدا. انا اعمل لكم شير الان. كل التول بوكس الخاصه في الشباب اللي يسالوا عن الستاتستكس بس ابحث هنا اكتب statistics وبتشوف اشياء مش طبيعيه يعني حاجات مهوله. image processing visual computer vision لما نضغط كمان راح نحصل اكواد في الشيء. كمان المهم في حاجه اسمها هنا في معاهم زي الجيت هاب اللي هو اكواد جاهزه عامل لها شير بعضهم عامل لها شير ومتاحه يعني. بس ابحث عن البوليس سبيس الاخ اللي يسال عن البوليس سبيس. اوكي تورن باك فايندر انا صراحه اول مره اشوفها البوليس سبيس او البوليس سبيس ما قدش تعاملت معها للاسف يعني. هذا اخر شيء الان الوقت مشى بسرعه وطولنا كثير. انا بعمل شير للسلايدز للشباب وان شاء الله يعني اعذرونا على اي تقصير وان شاء الله يكون افدناكم يعني شباب. والمايك معك اخ هايل. شكرا لك دكتور. اظن عرم من ضيق الوقت الا انك تطرقت لكل الاشياء الاساسيه واظن مثل هذه البرامج تحتاج اكثر من هذا الوقت، لكنه ايضا بصراحه انت في هذا الوقت تطرقت لكل الاشياء الاساسيه. شكرا لك دكتور. هناك تنبيه فقط، اتمنى من الشباب انهم يعبوا اللينك حق الشهايد. اي واحد يريد الشهايد يعبي اللينك. واظن يا دكتور الوقت الان عندك متاخر فما نفتحش المجال للاسئله، سوف نرسل الايميل حقك على المجموعه واي شخص عنده اسئله نعتذر منه ويتراسل معك على الايميل. ما عنديش اي مشكله يا حبدا الايميل ومباشره نكتب سؤاله في الايميل وان شاء الله باذن الله اقدر ارد عليه ان شاء الله. السلايدز انا ببعثها فيك يا دكتور هايل وانتم عبر المجموعات يتم تداولها عبر المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله سوف نشاركها في المجموعات حق الاتحاد. انا بعمل شير للسلايدز وبعض الاكواد الفانكشن اللي عملناها كمان ممكن تطبيقها. اوكي دكتور الله يبارك فيك. اخيرا باسمي وباسم الاتحاد العام لطلاب اليمن الهند نود ان نعبر عن خالص شكرنا وامتناننا لك دكتور على هذه المحاضره القيمه. جزاك الله خير وشكر الله لك حسن سعيك. ونراك ان شاء الله في المحاضره القادمه. ما زال معنا محاضره ان شاء الله في اللاتكس ان شاء الله. اشكر كل الحاضرين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللاتكس ان شاء الله. ببعث كمان ملفات مسبقا وحاولوا تنزلوها وان شاء الله باذن الله استفيدوا واعذروا احنا على اي تقصير. شكرا لك دكتور الله يبارك فيك وجزاك الله خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. الله السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم.